موجة من البيع كبير جدا في السوق المصري حتى هذه اللحظة. شفنا ان في فرق بيع كبير جدا المؤسسات يقرب من 50 مليون جنيه تقريبا مع بدء التداول مباشرة. كان في يعني في مع الدقائق الاولى من جلسة اليوم اغلقت اسهم عديدة جدا بالنسبة الاقصى وهي 5%. ده طبعا يدل على ان كان في نية مؤقتة من عملاء كثيرين في البورصة المصرية على البيع في اول دقائق التداول هذا اليوم، طبعا يعني خوفا من امتداد موجة التراجعات في السوق المصري هذا الاسبوع. وطبعا على الانخفاض الكبير شهدناه في جلسة اليوم ممكن نشهد بعض الارتداد، انما مثلا من جلسة الغد او بعد الغد ان شاء الله بشكل تدريجي ومؤقت ايضا، لان في يعني اجمع الخبراء على ان في هذه الاوقات او حالة النزول الكبيرة في مؤشرات السوق المصرية ممكن بيكون في اي ارتداد جديد او اي صعود او الالتفاف للمؤشرات بيكون فيها فرصة اكتر للبيع لمن لم يستطع البيع في الايام الماضية.